طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مع هذه المسألة البسيطة في لينير مومنتوم، والتي يتحدث فيها المؤلف إلجر عن أن هناك بايب ينتهي بنوزل الفريشر at point 1 قاسوه ب 105 كيلو باسكال أبسوليوت، والبريشر at the exit طبعا هو الاتموسفيريك بريشر 101.3 كيلو باسكال ابسوليوت. النوزل يا شباب، بداية الديامتر هنا دي 1 الخاص في 60 مليمتر، ثم يتناقص الى ان يصل الى 10 مليمتر، وتم ربط النوزل يا شباب بالسبلاي لاين هذا من خلال فلانجات او فلانجز. الفلانج يا ابنائي الطلاب هذا هو، ما اعرف ايش اسمه بالعربي، ومشهور جدا في الصناعة، دائما يسمونها الفلانجات، وفيها البولتس هنا التي تثبت القطعة هذه في السبلاي لاين اللي عندك هنا. طيب، أول سؤال سأله قال أوجد الفلوسيتي of the air. طبعا أنا ما ذكرت في البداية أنه air، فهنا بينها أنه find the air speed at the exit of the nozzle. وقد يقول قائل بأنه ما نستطيع أن نستخدم البرنولي إكويجن، لأن إحدى الأسامشنز في البرنولي إكويجن قلنا for incompressible flow، يعني الرو أو الكثافة is constant، ولكني كنت أبين للطلاب أنه للسرعات البسيطة التي لا تتعدى فيها الماخ نمبر 0.3، مثل هذه التطبيقات يعني اللي ما هي عالية، يمكن أيضا التعامل مع الاير وأمثاله من الغازات كما لو كان incompressible، يعني نتساهل قليلا. نبدأ الآن نحاول نجيب الفلوسيتي. عشان نجيب الفلوسيتي عندي المعادلة الشهيرة الكونتينيوتي إكويجن اللي هو رو 1 A1 V1 حتساوي رو 2 A2 V2 هنا، لكن لدي الآن متغيران V1 و V2، ولا يوجد لدي إلا معادلة واحدة، فيا ترى إيش المعادلة الثانية اللي ممكن تساعدني؟ أتوقع أني أسمعكم تقولون عندك أيضا البرنولي إكويجن ما بين 1 و 2، والبرشر at 1 والبرشر at 2 are given، و Z1 و Z2 are the same ويتكنسلوا مع بعض، وبالتالي يصفارك V1 و V2 في البرنولي إكويجن، فصار عندك 2 إكويجنز in 2 unknowns. أقول جزاكم الله ألف خير، هذا هو اللي أنا أبغاه منكم. إذن أستخدم البرنولي إكويجن الآن والكونتينيتي إكويجن ما بين نقطة 1 ونقطة 2، فأكتب الآن البرنولي إكويجن زي ما أنتم شايفين at point 1 and at point 2، وبما أن الإلفيشن الزيدة في هنا زي بعض، فالحد هذا بيطير مع الحد هذا، ودعوني أخذ البريشر على اليسار والفلوسيتي هنا على اليمين، فأصبحت الفلوسيتي at station 1 هنا موجودة في هذا المكان. والآن أنا بحاجة إلى استخدام الكونتينيوتي إكويجن، ليش؟ لأنه أبعبر عن V1 بدلالة V2. نأخذ الكونتينيوتي إكويجن اللي هي V1 A1 حتساوي V2 A2، وزي ما قلت لكم في البداية نحن نعتبر أن الفلو is incompressible بالرغم أنه air لكن سرعاته منخفضة، وبالتالي رو 1 is almost equal to رو 2 فشلناها. V1 حتساوي V2 في الاريا at exit 2 على L1، طبعا الباي تضير مع بعض ويصفالي الحد اللي انتم شايفينه، اقوم اعوض عن ال V1 في الحد هذا، ولاحظ اني الان برفع هذا كله الى القوة 2، فالديامترز الان ترتفع للقوة 4 زي ما انت شايف. خليني الان اخذ ايش المقدار هذا كله عامل مشترك ما بين التو تيرمز، اخذته زي ما انت شايف، فبقي لي هنا 1 D2 على D1 الجميع مرفوع للقوة 4. الخطوة التي تليها بضرب البرشرز هنا في 2 وأقسمها على الحد هذا كله زي ما أنت شايف. الآن تطرح البرشر عند الإكزت اللي هو أتموسفيريك 101.3 كيلو باسكال من P1 اللي 105، يصفى لك كم؟ 3.7 في 10 to the power 3، يعني هو 3.7 كيلو باسكال، لكن لازم أكتبه كباسكال، as باسكال يعني as نيوتن لكل متر تربيع عشان الوحدات تزبط. الدنسيتي هنا ب 1.22
والديامتر زي ما انتم شايفين 10 على 60، 10 مليمتر على 60 مليمتر، ولا محتاج ان احول لان المليمتر بتكنسلوا مع بعض. تطلع لي الفيلوسيتي 77.9 متر بير سكند. طيب الان ترجع تعوض ال V2 هنا في الكونتينيتي عشان تجيب ال V1 زي ما انت شايف، تطلع لك V1 تساوي 2.16 متر بير سكند. اذا اجبنا على فقرة A. نروح الى فقرة B، يقول لك find the force required to hold the nozzle stationary. stationary كيف؟ عن طريق التثبيت بواسطة الفلانجات اللي هنا. واعذروني يا شباب، انا كنت استخدم الرو 1.22 وما هي مذكورة هنا، فالان هي مذكورة في الفقرة B اللي انا اجلت ظهورها للفترة هذه، معلش سامحونا. طيب اللي علي الان اني اخذ الاكس مومنتم اكويجن، وقبل ما اطبقها اختار الكنترول فوليوم اللي هو هذا اللي انتم شايفينه، ويصير عندي كت هنا، ولما اقص هنا لازم اعوض بالفورس التي في الفلانج هنا، وايضا الفورس التي يحدثها الضغط. هذه هي P1A1 البريشر ات ذس لوكيشن، لانه لو سوينا مقابله مع الاخوان هنا المولكيولز وقلنا قبل ما نقصكم كيف كان الوضع، قالوا والله في ضغط من هنا من اليسار وفي ضغط من اليمين. نقول لهم الضغط اللي من اليمين ما لنا علاقه فيه لانه داخل كنترول فوليوم، لكن بما انكم قلتوا لنا ان في ضغط من اليسار يضغط عليكم حتى تمشون في هذا الاتجاه، فبما اننا قصينا هنا لازم نعوض عن البريشر ونضربه في الاريا فيعطيني الفورس. وايضا هنا انا اتوقع ان فيه رياكشن على اليسار، ليش حطيته على اليسار؟ والله يعني من باب الفيزيكس، انت لو ما مسكته على اليسار حطير عليك على اليمين. طيب هل هذا كله؟ لا، بقي حاجه اللي هو المومنتم فلو. بدل ما ارسمه هنا خليني ارسمه هنا عشان ما تنزحم الصوره. عندي مومنتم فلو جوا V1M dot، وعندي مومنتم فلو برضو اوت اوف ذا كنترول سيرفيس اللي هو V2M dot. امشوا الان ناخذ الاكس مومنتم اكويجن زي ما انتم شايفين، ونبدا نعوض الان الهوريزونتال كومبوننت ات ستيشن 1 هنا هي كلها الفيلوسيتي V1، لان V1 جاء داخله بهذا الاتجاه، وبما انها في البوزيتيف اكس دايركشن فحطيت لها بلس. لكن الماس فلو ريت هنا لما سوينا دوت برودكت حطينا بماينس ساين بسبب ان اتجاه الفيلوسيتي رايح على اليمين، بينما الاريا فيكتور هنا رايح على اليسار. عند المخرج الفيلوسيتي بموجبه، وايضا الماس فلو ريت موجبه لان اتجاه السرعه مع اتجاه الاريا فيكتور از ذا سيم. امشوا نرتب يا شباب الان ونفك الحد هذا اللي هنا. بسم الله، اهو P1A1 minus F. مفروض اني كتبت RX لكن الظاهر انها من زمان انا حطها زي كذا. وهذه الرو VA اصبحت ماس فلوريت، وهذه ماس فلوريت، والماينس ساين صارت هنا. خلوني اخذ الماس فلوريت هنا عامل مشترك، وانقل P1A1 على اليمين، واجيب الماس فلوريت بسرعة اللي هو رو A1V1 عند المدخل هنا. الدنسيتي ب 1.22، وهذه الاريا باي على 4 في 0.06 متر الكل تربيع، في السرعة اللي هو 216 اللي احنا جبناها تطلع 7.4 في 10⁻³ كيلو جرام لكل متر تكعيب. ارجع عوض هنا زي ما انت شايف اهي، والفي 2 ب 77.8، في 1 2.16، البريشر 3700 نيوتن لكل متر تربيع، وهذه الاريا تطلع لك الفورس صغيرة جدا اللي هو 9.9 نيوتن، هي اللازمة لمسك أو تثبيت الفلانج هذا في البايب الأصلي من أجل ما يطير النوزل. أتمنى أني وفقت في شرح هذه المسألة وهي ليست بالصعبة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.